السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ تعالوا بقى النهاردة كده هتكلم في حاجة بسيطة بس، واحنا بنتكلم هنعمل حاجات في التجهيزات بتاعة المطية. واحنا بندردش كده، أولا في فكرة أنا شفتها على موقع، مش على موقع، في قناة بتاعة حد أجنبي بخصوص ليجاسي برضو، أو مش ليجاسي بالظبط بس من ضمن الحاجات اللي بينزلها حاجات عن ليجاسي. ايه هو بقى اللي حصل؟ اللي حصل يا شباب ان هو بينزل الحدث اللي هيحصل قبلها ب 12 ساعة. في ناس كتير بتسألني بتقول لي انت ليه بتقول لنا الحدث بعدها قبلها بيوم، ما تقول لنا في كده بكام يوم علشان نجهز نفسنا. يا جماعة انا ما بعرفش الحدث هينزل امتى، يعني انا بعرف قبلها بيوم علشان سيرفرات اوروبا سبقانا ب 12 ساعة. صح كده، سبقانا ب 12 ساعة. فمن خلال ده مثلا انا بشوف السيرفر الاوروبي منزل ايه، خلاص يبقى ان شاء الله احنا هننزل او احنا هيجي لنا بكره نفس الكلام ده. فهي دي اللقطه اللي انا عايز اعمله. ايه اليوم في السيرفرات الاوروبيه بيبدا 6 المغرب، قبلينا ب 12 ساعه احنا في سيرفرات امريكا كمصريين يعني. طيب ايه رايكم نعمل خطه كده جميله، او نفس الفكره اللي طبقها الشخص اللي قلت لكم عليه ده؟ ايه هي بقى الخطه؟ ان احنا ننزل فيديو حوالي 20 ثانيه، مش هيعدي، مش هيكمل دقيقه حتى. ايه هي الحاجات اللي موجوده، ايه هي الاحداث اللي هتنزل بكره، ومن خلال ده هنعرف الحدث اللي هينزل او الحاجه اللي هتبقى موجوده بكره قبلها ب 12 ساعه. فممكن يعني هتبقى حاجه كويسه. يا يعني ريت اسمع رايكم في الموضوع ده، وتعالوا بقى نشوف الحاجات هنا علشان انا زهقت من الكلام. طيب ندخل هنا ونشوف. يعني بصراحة مستاء، أنا مستاء إن مفيش حاجة جت لون. يا سلام يا سلام، جت كده لون 94,000. طب أقول لك كويس، جت لون اللي هو البنفسجي، اللي قصدي البرتقالي. بالمناسبة يا جماعة، في حاجة بخصوص المطية أو تسليح المطية. هنا في خانات، 3 خانات، الخانة الأولى، الخانة التانية، الخانة التالتة. الأولى بتغير نوع الحاجة نفسها، يعني مثلا هنا فين، تعالوا هنا مثلا دي أتاك الأولى، الاختيار الأول بيغير نوع الأتاك. يعني مثلا هاجي هنا دوس، هلاقي راح مغيره اف ار، دوس تاني هيغيره اف ار اف ار ار. أنا بقى عايز اي ال اي، فهنحاول نجيبها اي ال اي ال ار ال ار اف ار. مش عارف ليه الحظ كده، هو في ايه يا جماعة؟ هو يا اما الاكونت ده نحس، يا اما انا اللي نحس، يا اما البرنامج الجديد اللي بنصور بيه نحس. استغفر الله العظيم. مش عارف. طب في ايه؟ طيب ده كده يا الحمد لله على السلامة. طبعا هخسر كتير بس هنحاول نرفعها بنفسجي حتى. كده احسن شوية، نرفع. لا في شيء مش طبيعي، تالي دي اكتر شوية. طيب يلا الحمد لله. طب تعالوا نجيب حاجة تانية هنا، يعني مثلا هنا في حدث جميل نعمل تبديل بيه، هناخد 20 ونشوف بقى. نرفع بس ده كده شوية. طب دعواتكم معانا بقى نشوف الموضوع ده. يعني بصراحة ذهلت من اللي حصل. يلا هنا ندوس. دي اكتر كتير، كويس. تعالوا بقى نغير الاتش بي ده. يعني انا راضي بأي حاجة، لا مش لدرجة ام دي فينس. يعني مثلا ايه، بصوا ايه رأيكم، فاضل 70 والواحدة ب10. انا مش هغير لما يجي برتقالي او احمر، برتقالي احمر برتقالي. استغفر الله العظيم، مفيش نصيب. هو ده اتش بي اكتر، فهنعمل ريبليس. طيب الاول علشان بس منساش، هنا الخانة الاولى دي اللي بتحتاج لها مسامير بتغير نوع الميزة نفسها. من هنا بقى بتغير الميزة، بس أقصى حد يجيلها فيها هو لون بنفسجي، ما تجيبش الأحمر ولا برتقالي.
الأخيرة بقى هنا بتجيب أي لون وبتجيب أي حاجة، يعني بتجيب برتقاني، بتجيب أحمر، بتجيب أصفر، اللي هو البرتقاني يعني، أو بتجيب أزرق، يعني بتجيب التلات ألوان. لكن الأولى بتغير النوع، وبتغير الأولى على فكرة بتغير النوع اللي هو أي حاجة، يعني ممكن النوع لما تغيره يجيبه لك أحمر عادي، لكن التانية دي آخرها بنفسجي. التالتة الأخيرة بتغير لأي لون مع ثبات الميزة بتاعتك. وبالمناسبة لو انت حاطط هنا قطعة اربع نجوم ماشي، وجبت حتة تانية 5 نجوم، الحاجات البنفسجي والزرقاء هنا هتفضل بنفسجي وزرقاء على فكرة، عشان تبقوا فاهمين. يعني الميزة ما بتتغيرش بتغيير الأداة، تمام؟ الميزة بتتغير بتغيير المطية، ان الميزة دي محطوطة على المطية اصلا، مش محطوطة على أداة التسليح. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني. نجرب حظنا هنا. طيب لم يحالفنا الحظ هذا اليوم. اتمنى ان اسمع رايكم في الموضوع اللي قلت لكم عليه ده، والكل يشارك والكل يقول لي رايه، ومن خلال اللايكات ان شاء الله هنشوف الموضوع ده نافع ولا او مجدي ولا لا. والسلام عليكم.